الإخوة هي تتصل الانقسام إلى الخيانة العظمى، لأنه يكفي إلى 16 سنة أو 15 سنة من هذا الانقسام، وكل واحد حاطط مصالحه فوق مصالح الوطن. أنا لن أتنازل عن حق فلسطين، لن أتنازل عن حق العودة، لن أتنازل عن حرية فلسطين من النهر إلى البحر. ولذلك نرجو من الإخوة يتنازلوا عن مصالحهم الشخصية وينهوا الانقسام لمصلحة فلسطين، ومن يقول غير ذلك فهو خائن للوطن وخائن للقضية الفلسطينية. وآسف لهذه الطريقة اللي بحكي فيها، لأني أنا لا أحب السياسة ولا الدبلوماسية، أحب الكلمات بشكلها المباشر وكفى. قمت الاحتلال الإسرائيلي وأخذت بالقوة، أما بالبدن والأمور النهائية لن تعيد. وشكرا. شكرا للسيد ميشيل الصايغ على هذه المداخلة، وصراحة شكرا على هذه اللغة، لأن هذه هي اللغة المطلوبة في ظل الوضع الصعب الذي تمر به القضية الفلسطينية.